نعاني من سنوات من أساسيات الحياة الكريمة وليس الكماليات، فقدمنا مطالب كثيرة للسلطات المعنية سواء على مستوى الدائرة أو على مستوى البلدية أو حتى على مستويات أعلى من هذا، وإلى حد الآن يعني باءت محاولاتنا بالفشل. عندنا مشاكل عديدة مثل الماء، الكهرباء، الغاز، المدرسة، مطالب شرعية. نأتي للبلدية كل في العام 4 خطرات 5 خطرات حتى إلى 10 مرات. الوعود كاذبة. أضيف إلى ذلك مشاكل الإنارة العمومية وأيضا الطريق وأيضا عدم توفر الحي على مدرسة ابتدائية أو متوسطة، فالأولاد يعني يقطعون مسافات طويلة من أجل الوصول إلى مدارس. زراري راهم يعني 1 2 كيلومتر ولا 3 كيلومتر يجوا يتمشاو في السنة الأولى، ما يعني ما نجمش نقول لك واش كيخص، يخصنا يعني دورنا في العالم الثالث، أكثر من العالم الثالث.